أكيد كلنا متابعين الأحداث الخاصة بفيروس كورونا، ومش معنى إن إحنا يعني قللنا شوية الاهتمام بفيروس كورونا بشكل عام يعني معناه إن فيروس كورونا راح، مش معنى إن إحنا رجعنا تاني للمدارس والكليات وإنك أنت كل المؤسسات الدولة هتبتدي تبقى طاقتها القوة الطاقة بتاعتها ترجع تاني زي ما حضراتكم البرنامج ده رجعنا تاني ساعتين وابتدينا نرجع كل الموظفين لأن هم يشتغلوا و و و و فمش معنى كده إنه خلاص فيروس كورونا انتهى، لا احنا حضراتكم بنتعايش مع فيروس كورونا، وفيروس كورونا ما زال متواجد في جميع أنحاء العالم، وفي دول كثيرة جدا ابتدت الأرقام تتصاعد تاني، ومنظمة الصحة العالمية بتقول إن دي موجة تانية لهذا الفيروس، ولازم نخاف على نفسنا وعلى أهالينا من هذا الفيروس، ونرجع تاني يا شباب نهتم بالكمامة وغسل الإيدين والتباعد بشكل كبير، وخاصة إن احنا راجعين تاني على الشتاء والمدارس ويبقى فيه اختلاط. أي نعم وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي عمل نظام أو الوزارة عملت نظام في الحضور في المدارس بشكل يبقى فيه ما يبقاش في تجمع كبير، بس لازم برضو ناخد الإجراءات الاحترازية أكثر وأكثر. ضيفي الأستاذ الدكتور محمد المنيسي أستاذ أمراض البطنة بجامعة القاهرة، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا اشرف؟ ازي حضرتك يا فندم، نورنا يا فندم. ربنا يخليك يا اشرف. طيب انا اخر خبر النهارده بعد اذن حضرتك لوزيره الصحه دكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان اليوم عن بدء اجراء التجارب الاكلينيكيه في مرحلتها الثالثه على لقاح فيروس كورونا مستجد في 19. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان احنا في المحاولات، احنا عشان نقضي على المرض احنا محتاجين نجد دواء، حتى يومنا هذا ما عندناش دواء يقضي على الفيروس او يعالج الفيروس، ما عندناش علاج يقيني للكورونا، لكن عندنا علاجات لمنع المضاعفات والتعامل مع هذه المضاعفات. وخبرة العالم وصلنا، مصر النهارده بتصنع الريمديسفير زي ما صنعنا ونجحنا في العلاج بتاع فيروس سي. وهذا الدواء بيستخدم في الحالات الحرجة وقلل الدخول في المراحل المتأخرة من المرض أو المضاعفات الشديدة اللي ممكن تحصل مع المرض، وده كان سبق مصري عظيم زينا زي الولايات المتحدة اللي بتنتج هذا الدواء. بس مش معنى وجود هذا الدواء إن احنا هنستطيع أن نسيطر على الفيروس، فاحنا نمرة اتنين محتاجين نقي أنفسنا من الفيروس، فوجود دواء ده جزء من الموضوع. الكثير كان بيتكلم على المناعة، والمناعة دي قصة كبيرة جدا لأن مفيش أدوية ترفع المناعة عشان ندعي هذا الكلام، والكلام هذا كلام على مسؤوليتي، فما في لا قيمة للفيتامينات ولا قيمة لمثل هذه الأشياء. والحفاظ والمناعة زي ما كنا بنتكلم هي أربع أنواع من المناعة، وجزء من المناعة عشان نتكلم عليه اللي هو الأهم لمنع نقل المرض هو المناعة المكتسبة. لا يوجد شيء يمنع لك مرض بعينه غير المناعة المكتسبة اللي هي التطعيم. فإذا أردت أن أنت تسيطر على مرض، بس هل وجود تطعيم يعني أن أنا مش هعيا؟ يعتمد على كفاءة التطعيم، في حاجة اسمها كفاءة التطعيم وفي حاجة اسمها الأمان بتاع التطعيم. والتطعيم ده في الأول بيخش في مراحل دراسية يعني بالحسابات مبدئيا، وبعدين التجارب على الخلايا الحية والنسيج الحيواني والتجارب الحيوانية، وبعدين بيخش على الإنسان. بيتم التعامل مع 20 في المرحلة الأولى متطوعين سلام، ثم 200، ثم أرقام أكبر اللي هي في المرحلة اللي احنا بنسميها المرحلة الثالثة من التطعيم، من اللي هي المرحلة الثالثة من اختبار كفاءة وأمان التطعيم. المراحل الأولى والثانية بتختبر أمان التطعيم إن هو لن يضر. وفي للأسف الشديد في معلومات إن أحد الجامعات الإنجليزية بتتوقف أو بتشوف المشكلة اللي حصلت، لأن يوجد عندهم حد في المرحلة الثالثة مرض هم مش فاهمين، مرض عصبي غير مفهوم لم يعلموا عنه أي حاجة، وهو في مراحل متأخرة نتيجة تعاطيه لهذا التطعيم. فإحنا بندور على أمان التطعيم وكفاءة التطعيم. فالمرحلة الثالثة النهاردة بتبحث الأمان والكفاءة مع بعض. بس هل معنى أن أنا يعني خدت التطعيم بعد ما نصل لكل المراحل أن دي مرحلة من الحفاظ؟ ما احنا بناخد التطعيم في تطعيمات تقيق 100% زي التطعيم ضد الحصبة، في تطعيماتها تقيق 5
و90% زاد تطعيم ضد فيروس بي. وفي طيب تطعيم، بدون قطع كلامك، يعني كثير من الدكاترة وكثير من العلماء بيقولوا إن التطعيم بشكل عام ما بيبقاش واقي 100%، هي لازم يبقى في بالظبط، نسبة ما هو احتمالية. 100% زي ما قلنا في الحصبة ده لبعض الناس، اما اللي عنده امراض مناعه واللي عنده اشياء كثيره جدا محاذيره، اللي ممنوع ياخد التطعيم، ما هو مش ده عرضه، ولو خدت التطعيم في ميعاد قبل ميعاده بتاع الحصبة مش هتاخد منه هذه الكفاءه. وعيب التطعيم مش عيب التطعيم، دي ميزه التطعيم، لان التطعيم لما نيجي ناخد التاريخ، التطعيم انقذ البشريه في الجديري. الجديري ده كان في القرن الحالي قضى على 200 مليون مواطن، القرن الماضي على 200 مليون مواطن بس في هذا القرن، كان بيقضي على 80% ممن يصاب من الأطفال و60% من الكبار. التطعيم العالم كله أو منظمة الصحة العالمية ومصر كانت من أوائل الدول اللي نجحت في القضاء على شلل الأطفال، فإحنا طبقنا التطعيم بتاع الجدري ونجحنا في يعني ما فيش ولا حالة شلل الأطفال المفروض أعلنوها سنة 79، لكن ما زال بعض الحالات موجودين في الهند، لكن نجحنا. وفي مصر ما عادش عندنا بالرغم من هذا التطعيم وهيظل، لكن هل ده معناه ان احنا نشيل التطعيم من البرنامج؟ لا طبعا. فالتطعيم على مر التاريخ مر بمراحل كثيره جدا، ومش معنى انك تاخد التطعيم ان في وقايه 100%. التطعيم ضد الانفلونزا، الانفلونزا قد يقيق في في يعني السنه دي 40%، السنه الجايه 45%، السنه اللي قبلها 35%، 60%. فكفاءه التطعيم انك تاخد التطعيم ويقيق ضد المرض 60%، لان يوجد حاجه اسمها تحور جيني، انتيجينيك شيفت ودريفت، التحور المستمر. ولحسن الحظ الكورونا من هذه الفيروسات المتحوره وتحورها جعلها اكثر انتشارا واقل ضراوه، واقل ضراوه على الجسم البشري. والضراوه دي تختلف من شخص الى شخص وتعتمد على النمط المناعي. القصه كبيره جدا، عشان يبقى نقول في اول حاجه لمنع المرض هو الادابتيف ايمونيتي، المناعه المكتسبه بالتطعيم. بالتطعيم باللي احنا بنحاول نوصل له والدواء. ولما الطعم 70% من سكان المنطقه او المقاطعه او البلد او اي حاجه في الدنيا، طعم 70% تقدر تقول انا وصلت الى مناعه قطيع، او يمرض 70% من السكان، ما احنا مش عايزين اي حد يمرض. فالتطعيم لما الطعم 70% هيديك مناعة قطيع، وهنقدر نقول ان بالرغم من استيطان هذا المرض الى هذه المنطقة فضرورته بالنسبة لنا هتبقى اقل تأثيرا على ال 30% وعلى ال 70%، على ال 30% اللي ما خدوش تطعيم، ولان هتقلل انتشاره وهتقلل اشياء كثيره جدا وهتقلل ضراوه المرض. طب معلش حضرتك بدون قطع كلامك، بس انا مش عايز اقطعك قد ما اقدر يعني، ابدا، ولكن نفهم بس المشاهدين يعني ايه مناعه القطيع. معلش، لما 70% من اي مجتمع يمرض، يجي له المرض او يتطعم او يتعرض للفيروس، نقدر نقول ان ال 30% الباقون فرصة انتشار المرض عندهم أقل بكثير، وضراوة المرض هتقل كثيرا عند هؤلاء الآخرين. دي بتيجي مع التطعيم أو مع التعرض للإصابة، مع التطعيم أو التعرض للإصابة، إن بتقي الباقي من المجتمع من هذا المشكلة. عيب اللي أصيب بفيروس كورونا مش معنى إن أنا أصبت إن أنا ما يجيليش المرض. فوجدنا إن أنت ممكن تصاب بعد 35 يوم وممكن تصاب بعد 102 يوم. يعني اقل مده بتتعرض للفيروس مش هتتعرض برضه مش هيجي لك الفيروس، لكن ممكن بعد 35 يوم نتيجه ان الخلايا الذاكره اللي بتعمل لك الاجسام المناعيه اللي هتقاوم الفيروس مش موجود. وده بيعتمد على ايضا انك تتعرض للمرض، بقائك في مكان مغلق لفتره طويله وقربك من الاخرين، بقائك يعني بتتعرض لجرعه ممرضه من الفيروس، عدد من الفيروسات اللي هتعييك جرعه عاليه، فكلما تعرضت لجرعه عاليه في مكان مغلق وعدد من الناس موجودين فده هيزود فرصة الإصابة. هل يعني أنا شايف إن في كثير مننا ابتدى يستهين بفكرة الكمامة والأدوات الواقية. الحقيقة لبسك للكمامة مش بيقيك أنت، هو بيقي اللي حواليك أكثر منك، وده مفهوم أنا يعني عايز أوضحه أكثر. لبسك للكمامة بيقي الأخرين اللي قدامك اكتر. فما ينفعش تقبل انك تقابل واحد بدون كمامه تاني، ما ينفعش تقبل انك تقعد.
ولو قلناها بشكل علمي اكثر من ذلك، ان انت لو لابس كمامه حقيقيه، هنقدر نقول انها من الكمامات الطبيه او الكمامات الاشياء الاخرى او غطاء مميز من الحاجات اللي موجوده في وبنقول ان انت مظبوط، ففرصه لو المريض لابس كمامه، فرصه نقل العدوى ليك وفي تباعد 30%. لكن لو احنا الاثنين لابسين كمامه وباكثر من 2 متر، فرصه نقل العدوى اقل من 5% كمان لو احنا الاثنين لابسين كمامه. لكن لو السليم لابس كمامه والمريض، فرصه نقل العدوى ليك 30% او اكثر. وعشان كده الكمامه لازم تتلبس في كل الحالات، في كل الحالات وفي كل الاماكن، ولا تقبل. مش معنى انك لابس كمامه انك في امان. مش معنى ان انت لبست الكمامه، لان الكمامه ليها تسريبات وليها اشياء كتيره. ولو انت قاعد في مكان مغلق والجرعه الممرضه العاليه فده هيأثر. فانت لبسك الكمامه انت بتحمي الاخرين بالمنظور المفهوم العلمي اليقيني. وانت عشان تحمي نفسك لازم اللي قدامك يبقى لابس لك كمامه، مش هو مستهين. الاستهانه هو استهانه بالاخر. فالكمامه وجوبيه على كل الناس. وعشان كده في كل دول العالم بنتكلم على موضوع الكمامه او غطاء الوجه واحنا هنا في مصر الحقيقه احنا موفرين هذه الاشياء بكثره. صحيح. يعني في اماكن متقدمه عندهم مشكله في لبس الكمامه، عندهم مشكله، عشان كده قال لك هنعوض بغطاء الوجه. انت في مصر بفضل الله وبالاداء الحكومي المميز الامور، يعني انت عملت الدواء، فيروس سي، عملت الدواء ريميديزفير، انت عملت الادج بتاع العالم، انت وصلت، اجراءاتك كانت محسوبه، نتائجك وصلت اليها. طب اذا كانت الدوله عملت واجب اللي عليها يعني بشده، عملت لك الاشياء، طب ما انت لازم تكون امين مع نفسك ومع الاخرين اللي حواليك، لان الدوله مش هتعين عسكري لكل مواطن، مش هنقدر صحيح. نعمل هذا الامر. صحيح. فالضمير الانساني ففي النهايه احنا بنناشد الضمير الانساني لكل شخص، لان كمان في جزئيه اخرى، ان 80% بيصاب باصابات بسيطه، اعراض بسيطه، و18 ل 40% من اللي احنا بنقول عليهم اصابات بسيطه ما عندهمش اعراض وينقلوا المرض للاخرين. وبتنقله 48 ساعه من بعد حدوث يعني الشكل الممرض اللي هو قد يظهر عليك او ما يظهرش عليك، و8 ايام بتظل تفرز الامراض. ده المده النسبيه، عشان كده قالوا 14 يوم للامان. فانت بتمرض او بتعدي الاخرين 48 ساعه قبل ظهور الاعراض و8 ايام بعد ظهور الاعراض. حتى لو عملنا بي سي ار في اليوم ال 28 وانت مريض او غير مريض وشوفيت والامور ولقينا عندك يعني بي سي ار ايجابي في الانف، ده مش معناه انك تبقى ممرض، هو الامراض او انك تنقل العدوى في الثمان ايام. طيب دكتور محمد، بعد اذن حضرتك، دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم خرج علينا من عده ايام وقال لنا الخطه الخاصه برجوع المدارس، والكثير منها خاص بالنظام الهجين. النظام الهجين هو انك انت يبقى عندك في الاسبوع كذا يوم بتروح فيها المدرسه، وفي بعض الايام الاخرى في بقيه الاسبوع انت بتتعلم في البيت، ويبقى في واجب في البيت، كويس، والتعلم ايضا عن بعد عن طريق الانترنت، كويس، بكل تفاصيلها بقى. وفي نفس الوقت حضرتك يعني مثلا لو سنه اولى النهارده موجوده في سنه اولى اعدادي مثلا موجوده في المدرسه، سنه تانية وتالتة مش موجودين، بنقلل كثافات في الفصول وكثافات في المدارس، كويس. وهذه المنظومة حضرتك، ده معناه ان احنا ما نلبسش الكمام؟ لا، احنا هنفضل نلبس الكمام. يعني معناها، بس المنظومة دي منظومة عظيمة. يعني انا بدعي من رؤية سطحية، انت عارف انا عمري ما بتكلم على الشاشة الا كلام علمي مكتوب، كويس، لكن مادام سألتني رأي خاص هنا، انا سعيد بهذه المنظومة. هذا الرجل عمل لك امتحانات طبعا على النت، دخل النت والتاب لكل مواطن، تمام، وكأنه كان مستعدا لهذه الأزمة، وكأنه كان مستعدا، وسبحان الله فعلا عمل امتحانات الثانوية العامة
ونجح. الدولة بقى ولا يعني هو لم يعملها لوحده، هو عملها في منظومة الدولة، الشرطة والنظام السياسي والأمور الدولة والتنظيم تمام. الدولة ما هو مش هيقدر يعمل الكلام ده إلا منظومة الدولة كويس. منظومة وزارة كاملة تمام. فهذا الرجل أدار الثانوية العامة بنجاح منقطع النظير، ما شفناش عن أي مضاعفات أو أي مشاكل فعلا بكل وضوح، وحتى لو في حاجات لا تذكر مقارنة طبيعي بالعدد الرهيب اللي طبيعي كان بينزل يمتحن، طبيعي طبيعي إن لازم يكون في حاجات كويس. فهذا الرجل بدأ يعني مش لهذه الأزمة، بدأ الحياة العصرية التعليم الحديث اللي احنا بنناشد به مبكرا وكأنه كان مستعدا، وأدار أزمة عظيمة جدا. وجي النهاردة بحسابات دقيقة، يعني الدولة حتى وهي بتعمل الإجراءات الغلق والإجراءات الاحترازية الدولة والقفل تمت كل حاجة بدقة وبحسابات دقيقة، يعني يوجد إدارة أزمة متناهية العظمة الحقيقة. والدليل على النتائج اللي احنا قاعدين فيها ان احنا واحد من اقل الدول اصابة بكورونا واقل الدول وفاة بكورونا مقارنة بعدد سكاننا. بالغريب بقى انك لما كنت بتكلم اقرانك في العالم الاخر كان بيقول لك الله يكون في عونكم، كان الناس في البلاد الاخرى هم النهارده اللي بيقولوا ده انتوا اللي قدرتوا الازمه بشكل اعلى. ده صحيح. فاحنا كنا الافضل الحقيقه باداء حكومي واعي ومحسوب نستمر. وعايزين نستمر وعايزين نحافظ على المكتسبات. فما اقدرش اطالب الدوله باكثر من ذلك، طبعا نفسنا نطالب لكن انت بتطالب الاخرين الناس اللي عندها نوع من الـ يعني بما فيهم الدكتور. ما ساعات انا كمواطن ساعات بنسى البس كمان انا شخصيا، فلابد ان احنا نذكر بعض. انت بتلبس الكمامة عشان غيرك قبل ما تكون بتلبسها عشان نفسك. صحيح. فلا تقبل انك تقابل واحد بدون كمامة، لا تقبل. طيب نرجع تاني للنظام الهجين اللي احنا بشرحه لحضرتك. ايه نصايحك للطلبة اللي رايحين المدارس، وزي ما بقول لحضرتك ان المنظومة بتحاول طول الوقت انها تحافظ على الطلبة؟ الاب والام في البيت خايفين على الاولاد والمدرسه، ما المنظومه والولاد عندهم دائما رفض. طبعا في قله من الاولاد عندهم نوع من الحرص والحذر، بس طبيعه الاجيال الصغيره ان هو عنده نوع من الاندفاع، ده الطبيعه العاديه في كلنا واحنا صغيرين كنا كده. فلابد من الاصرار على الانضباط، على لبس الكمامه وعلى الغسيل الدائم وعلى النظافه الشخصيه، ده لابد من البيت والمدرسه. المدرسه طبعا لن تقبل هذا في هذا الوضع، والمنظومه اللي بنعملها دي منظومه، لان عشان التعليم ما ينفعش يقف، يعني الدوله لن تستطيع ان تقف. لابد ان نتعايش مع المرض، والاداء ده من افضل يعني اداء ممكن نتكلم فيه الحقيقه. اذا الطلبه اللي باذن الله هيروحوا في خلال الاسبوع الى المدارس لازم الكمامه طول الوقت وغسل الايدين طول الوقت، ده ضروري بلا جدال. طيب يعني سؤال شويه متعب، السؤال بيدور حوالين الطلبة اللي هم فوق إعدادي أو ستة ابتدائي، دول حضرتك هنقول لهم البسوا الكمامة فهيسمعوا الكلام لأنه عنده الوعي الكافي أنه في مشكلة أنه في وي وي وي. طيب الطلبة بقى اللي هو في رياض الأطفال لغاية مثلا ثالثة ابتدائي، دول يعني مش خطر عليهم أنهم يروحوا 3-4 أيام في الأسبوع مثلا؟ لابد ان انت ما تخسرش هذه الاولاد في التعليم، فلابد ان هم يكونوا داخل منظومة التعليم. المدرسة هتحافظ على هذا الكلام، وفي السن ده الولاد بيتبعوا المدرس وهيتبعوا الاب والام. نعم. فحتى لو قالها هي هتجبره انه يلبسها. انا عرفت وكده كده احنا مش هنعرف ندخل. انا عرفت انه عشان يبقى في رياض الاطفال وتالتة ابتدائي مثلا لغاية تالتة ابتدائي موجودين في المدرسة، معناها ان رابعة وخمسة وستة في ابتدائي مش موجودين جوه المدرسة، فهيبقى في مساحات. حلو. يبقى عدد الطلبة اللي موجودين في الفصل هيبقى اقل. طبعا وبالتالي هنقدر نحافظ عليهم. مفيش خوف من العودة الى المدارس، لا يوجد خوف، وهذا الكلام برضو على مسؤوليتي. هي المشكلة كلها وليس هي في وجود مريض داخل المكان، وده هنقدر نفحصه من الدخول والتعامل والرقابة. ده اللي هيحصل طبعا. إذن لازم يبقى في مجهود أكبر من الأول في المدرسة. وبالفعل في مجهود. ما أنت نجحت في حاجات كتير. لا أنا قصدي على السنة الدراسية الجديدة اللي هتبتدي يوم 17 إن شاء الله تبتدي. وأوريدي ابتدت وتتم بإذن الله بنجاح كما نجح سبتمبر. إحنا نجحنا المدارس الخاصة. وأنا شايف إن إحنا نقدر نستطيع بالانضباط، يعني إحنا بنناشد لكن في انضباط طبعا هيبقى موجود.
المدرسة هيبقى فيها جزء من الانضباط مستحيل هيتساب طبعا. طيب دكتور حضرتك إن كل واحد هيبقى خايف على نفسه. طيب دكتور احنا وكل واحد هيبقى خايف من الآخر. اتفضل كمل. أبدا مش عايز أقطع كل شوية. طيب معلش اعذرني إن أنا عايز يعني أستغل الوقت إن أنا أسأل أكتر أكتر وأكتر. احنا داخلين دلوقتي حضرتك على الشتاء. وأي واحد حضرتك شايفنا دلوقتي على الشاشة أول ما هيحس إن هو عنده زكام شوية أو عنده التهاب في زوره شوية هيقول لك بس أنا نهار أسود أنا عندي كورونا. وهو ممكن ما يكونش عنده كورونا. دور البرد، دور البرد، أدوار البرد، أنت تعرف جالك بأني نوع من الفيروسات؟ 50% من الفيروسات أو اللي بتسبب لك أدوار البرد العادية هي حاجة اسمها راينو فيروس. اسمه راينو فيروس، عمرنا سمعنا عنه. وحاجة تانية اسمها الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، دول يمثلوا 50%. 15% انفلونزا وبارا انفلونزا. تخيل احنا 65% احنا سمينا ال 100% على انهم انفلونزا، وهو حتى ما جبناش سيرة البارا انفلونزا. لكن احنا عينا براينو فيروس، ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، دول الأكثر شيوعا. الانفلونزا ممكن نكون عينا بيها من 5 سنين ما جاتلناش تاني. في كل ادوار البرد في حاجه اسمها نومو فيروس، في الادينو فيروس، في مجموعه من الفيروسات دول بيمثلوا 15% تانيين. كل دول عباره عن نفس الاعراض، ودول يمثل بيدوك نفس العرض اللي هو كحه مثلا او التهاب الزكام. في الزور والزكام وممكن في منهم حاجات بتدي معاهم اسهال. طيب 20% من ادوار البرد اللي جات لحضرتك كانت كورونا. 20% يعني في كل 4 ادوار برد، في كل 5 ادوار برد كان في دور منهم كورونا على مر التاريخ، بس غير المتحور، غير الحالي، مش كوفيد 19، مش كوفيد 19. لكن هذا الكوفيد 19 ده اصبح مستحدث على مسؤوليتي. هو النهارده اقل ضراوه، هو اقل ضراوه وسريع الانتشار، اقل ضراوه وسريع الانتشار. كثير من الناس تقولوا قالوا ان هو بيعمل اسهال، دي الموجه بتاعته. على مسؤوليتي دي قصدك الموجه الثانيه يعني؟ الموجه الثانيه يعني الموجه التاليه الحاليه بتعمل اسهال. على مسؤوليتي الكلام ده مش حقيقي. هو من اول يوم هنقدر نقول ان الحالي خطورته بس في الالتهاب الرئوي، الحالي خطورته في الالتهاب الرئوي، ان يبقى السيد فيهم عنده مشكله، بس ده خطورته الحاليه. هو الاكثر شيوعا، كلهم ممكن يعملوا التهاب رئوي، لكن ده مشكلته في ال 20% اللي هو ممكن يبتدي معاهم بالتهاب في الصدر، التهاب شعبي والتهاب رئوي. ده مشكله، ده مشكله الكوفيد الحالي 19. لكن احنا نقدر نقول ان في 85% منهم اعراضهم حراره، صداع، تكسير في الجسم، اعراض احتقان ضعيفه، اعراض البرد الانف البسيطه، وجع في الزور. 16% ل 18% حسب البلاد وحسب التوزيع وحسب الاشياء بيجي لهم باسهال بس. 12% اسهال مع ميول للترجيع او قيء، مغص في البطن. فاحنا شفناها لانه نازله معويه. ده كل ده حضرتك ما ذكرتش الحراره. 45% بس بيجوا بحراره. عشان كده احنا اعراض الحراره 45%، لكن اللي بيوصلوا للمستشفيات انت بتشوفهم 100%، ما هو الحراره هو اللي وصل لك. لكن اللي ما جالوش حراره وجاله نازله معويه ما جالكش. العالم ما شافوش. المنظومه الصحيه في امريكا وكندا والمانيا ما شافتوش الا لو كان عنده اعراض جفاف او حاجه، فاكتشفوا ان ده كورونا. المنظومه الصحيه بتشوفه لما يكون عنده التهاب رئوي. احنا بننصح كل الناس تباعد لما يجي لك اعراض، وتعال لنا لما الامور تبقى صعبه او لما نشك ان انت مش عارف تاخد نفسك. لكن مش كل ده في العالم. انا بكلمك على المنظومه، منظمه الصحه العالميه. معلش واحنا داخلين على الشتاء وبرد، امتى اقول لا ده انا لازم اروح لدكتور او اتواصل بقى مع وزاره الصحه؟ حراره شديده، مش عارف اخد نفسي، مش عارف اخد نفسي، الكحه عنيفه جدا. ومش كل الناس النهارده هيحتاجوا جهاز تنفس صناعي. ووجدوا ان الناس اللي قعدت على جهاز التنفس الصناعي كان حالهم، يعني لو ما كانش قاعد على الجهاز كان حالته كانت هتبقى افضل. ووجدوا ادويه اخرى كانت بتحل هذا الكلام، منهم الريميديسفير اللي احنا بنتكلم عليه، والكورتيزون، وبعض الادويه اللي بتستخدم في كموسعات للشعب. وجدوا ان لها تاثير، انا بس مش عايز اقول الاسم. تمام. هي ادويه بتستخدم في العلاقات الزوجيه وخلافه. طب حضرتك انت قلت لي 3 اعراض دلوقتي بعد اذنك، انت قصدك انك 3 اعراض يكونوا مع بعض، ولا قصدك لو واحد بس؟ حراره ومش عارف اخد نفسي، او لو مش عارف اخد نفسي، ما انا مش عارف اخد نفسي ده ممكن جلطه رئويه.
ممكن تبقى ملوش جلطه دعوه رئويه، ده ممكن تبقى حاجه تانية. خالص. واحد عنده تمدد شريان اورطي، الم شديد في الصدر ومش عارف ياخد نفسه وحصل له هبوط في الضغط، في واحد جاله ذبحه صدريه، ما هو الالم بتاع الصدر ومش عارف اخد نفسي، ده لازم اروح يعني طوارئ وهيشخصوني. حراره شديده ومش عارف اخد نفسي، لازم اروح. بكح وعندي حراره ومش عارف اخد نفسي، لازم مش عارف اخد نفسي. اذا ما في مش عارف اخد نفسي دي عامل لكن في مشترك. واحد يقول لك انا عندي كتنه صدر وعندي شعور بالاختناق ودقات زياده، ده نوبات قلق، بانيك اتاكس، نوبات هلع، وانتشرت من كتر الميديا ما بتتكلم على الكورونا. فهل ده هيروح ده بيروح كل يوم للمستشفى ويكشفوا عليه اللي عندك قلب ولا عندك حاجه في الصدر؟ دي اسمها نوبات قلق، بانيك اتاكس، نوبات خوف وهلع. ما هو برضه دول راحوا كتير المستشفيات في الفتره اللي فاتت ومشيوا، اللي ما عندهمش اي حاجه، ما عندهمش حاجه، وخدوا مساحه من الاخرين اللي كان ممكن اكثر احتياجا. وساعتها بيبقى، واحيانا كثير منهم بيبقى عارف مشكلته ان هو عنده نوبات القلق دي وما بيقدرش يمنع نفسه من الذهاب، انه خايف على روحه قوي. وفي منهم سيدات بتصحى بالليل تعذب جوزها، مش تعذبه، هي مظلومه، هي غلبانه، ما هي حاسه بالخنقه، فهو بينزل وبيضطر يجاريها، ما هي مش عارف تاخد نفسها، حاسه بتروح المستشفى ما تلاقيش حاجه. كثيرين، دي اسمها نوبات القلق والهلع. اذا انا عندي مشكله في الصدر ومش عارف اخد نفسي مع مثلا حراره، او المشكله في مضاعفات الكورونا او غيرها او الامراض الصدريه. ايه المضاعفات المتوقعه مع امراض التنفسيه كلها؟ في حاجه اسمها التهاب قشره مخيه، ممكن يجي لاي حد في الدنيا اصيب بدور برد من الانفلونزا، البارا انفلونزا، الراينو فيروس، ريسبيراتوري. معلش ده عباره عن ايه بعد اذنك؟ التهاب قشره مخيه مناعي. ده اعراضه ايه طيب ده؟ عدم تركيز ودوار، ده مشكله، فلازم يلجا فيها للطب. ده كانه عنده التهاب سحائي، وكانه عنده التهاب سحائي. تمام. في واحد جاله هذا الدور، خرج من هذا الدور بضعف في عضله القلب. كانت المضخه 65% عظيمه جدا. الدور ده عمل له التهاب في عضله القلب بشكل ما مناعي، كارديوميوباثي، فحصل له ضعف في عضله القلب، وممكن تبقى ده طول العمر، مش الكورونا، كل الامراض التنفسيه. كل الامراض وليست الكورونا. في واحد جاله حاجه اسمها مرض اسمه جولان باري، ده ضعف في العضلات وممكن يطلع للصدر ما يبقاش عارف ياخد نفسه فعلا، ده ضعف في عضلات التنفس، وده ممكن يحتاج ادويه كورتيزون، ممكن يحتاج ادويه مناعيه، ممكن يحتاج يتحط على جهاز غسيل. كل ده مش اعراض، مش ممكن مش تكون من اعراض، مش دي من مضاعفات الامراض التنفسيه اللي ممكن تبقى منها كورونا، لكن هي الحاجات دي قليله مع كورونا. التهاب الرئوي اللي هو بتاع كورونا الفيروسي، او الثانوي اللي هو النادر مع الكورونا، اللي هو الالتهاب البكتيري الثانوي. والسارز نفسه، ما هو اسمه سارز، سارز 2، اللي هي ميه في الحويصلات الهوائيه، دي بتبقى مرحله متقدمه، دي مرحله متقدمه، ودي اللي ممكن يلجا للتنفس الصناعي وعلاجات، ونقدر نلحقها لو يعني وجدنا نفسها. دي احد المضاعفات اللي ممكن تحصل مع هذه الكورونا. دكتور لحد دلوقتي السن الصغير يعني ما نقدرش نقول، ما نقدرش نقول هذه المعلومه هي فعلا، لقوا ان هم الاقل مشاكل والاقل، لكن ما بحبش اعمم ده، ما بحبش ادي اطمئنانات مطلقه، انا بحب اخد الحذر. في بعض الدول ابتدت تقول لا ده ابتدى يجي للسن الصغير، هو بيجي الصغير. لكل السن، وانا ما بحبش، هم اقل ضرره واقل حدوث مضاعفات لديهم. وبنعتبر الكورونا التهاب في الانسجه، في الاورده والشرايين، في أنسجة الأوردة المبطنة، في الأنسجة والأوردة والشرايين، اللي هو ممكن يعمل لك تجلط وتخثر دم، وممكن يعمل لك تسمم دم، سبتسيميا، تجلطات بط. ده ممكن يحصل مع كل الأمراض، بس اللي وجدناه أكثر شيوعا كلمة السارز، اللي هو المية اللي جوه الرئة، أنا بس بحاول أجيبها. تمام. اللي هو مش التهاب الرئوي التقليدي ده، المية اللي هو كأنه بيغرق في إفرازاته، أو بيغرق يعني كأنه مات غرقان، غير المية اللي حول الرئة، ده حاجة. والتجلطات الممكنة، والتجلطات الممكنه، وتسمم الدم، السبتسيميا والتجلطات، بس التجلطات والسارز، لان هو اسمه كده السارز، هو دول الاكثر شيوعا معاه مضاعفه وتطورا. لكن لحسن الحظ ان مع تحور هذا الفيروس وانتشاره هذه المضاعفات قلت. بيحصل تحور في الفيروس، ده الطبيعي، التحور في الفيروس، انتيجينيك شيفت ودريفت، التحور الطبيعي. عشان كده ده اللي بيخليني اقول لك ان المصل بتاع السنه اللي فاتت بتاع الانفلونزا ما ينفعش الانفلونزا بتاعت السنه دي،
تقدرش تاخده، مش هيعمل لك اي حاجه. عشان كده احنا دايما بنقول وعشان احنا كده لما منتظرين. بنقول التطعيم، هل هي جرعه التطعيم هتبقى واحده ولا جرعتين ولا ثلاثه؟ ما دي تعتمد على جرعه التطعيم، على حسب الجرعه وكم الجرعه، او حسب النوع. وكم الجرعه بنتكلم في كورونا، في المتوقع اللي احنا بنتكلم عليه في الاساس، تمام. هو هيبقى جرعه ولا اثنين ولا ثلاثه؟ وكفاءته هتقعد معانا قد ايه؟ هيقعد معانا 6 شهور؟ هيكمل معانا السنه؟ هنحتاج نطعم السنه الجايه؟ واحنا نعلم ان كورونا ملهاش خلايا ذاكره يقينيه، عشان كده قلنا ان في ناس هتعيا بالكورونا، يعني في ناس هيحصل لهم ارتداد للمرض، ما خفش، يعني ما حصلش تعافي كامل والاعراض هتزداد معاه، هو ظن انه تعافى ودخل فيها. وفي واحد بعد ما تعافى عيا بعد 35 يوم. ما دي حاجات في العالم موجوده وامثلتها، ومن هنا عرفنا ان حصلت في مصر. انا مش، للاسف انا مش متابع بشكل جيد للاحداث اللي بتحصل. انا بكلمك على بشكل عام، بشكل عام علميا اللي مكتوب في الكتاب. انا لا اعطيك راي شخصي ولا اعطيك خبره شخصيه، لا اعطيك. احنا بنتكلم هنا على الكلام اللي مكتوب جوه الكتب وليس الدوريات فقط، احنا بنتكلم على الكورونا اللي يعلمها العالم طبيا، الثوابت العلميه الخاصه بهذا المرض، الثوابت العلميه. من اما في اذا كنا بنتكلم على ابحاث او حاجات زي كده، احنا مش بنتكلم على ابحاث. في ابحاث لما تبقى علميه وتثبت نقولها. ما وجدوا ان في ادويه بتنفع في الكورونا لها بعض الايفكت. كل ده نظريات، لما تبقى علميه ومكتوبه هنقولها. معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ان احنا عشان كده احنا في كل الكره الارضيه بنقول هنتعايش. لابد من التعايش، لانه مرض استوطن. ومش معنى وجود تطعيم او انت اتطعمت في اي حته باي نوع من انواع التطعيمات اللي هتظهر في العالم كله ان انت في امان مطلق. ما دي الجمل، لان في واحد هيطعم. لما احنا بنتكلم على بعد ظهور التطعيم في العالم اجمع، افضل انواع التطعيم، انا مش بتكلم على، انا بتكلم على الافضليات، مش بتكلم على ان ده حد احسن من التاني او لا، انا بتكلم بشكل مطلق من الناحيه العلميه لفكره التطعيم في اي مرض في الدنيا. مش معنى ان حضرتك اتطعمت ان انت ما تعملش الاجراءات الاحترازيه للقضاء على المرض. للقضاء على المرض دواء وتطعيم ومناعه قطيع واجراءات احترازيه. والاجراءات الاحترازيه هي دي الحاجه الوحيده اللي نملكها في المقام الاول. والاجراءات الاحترازيه ما زالت هي في المقام الاول وهتبقى وهتظل في المقام الاول لكل الامراض. الا في بعض الامراض اللي مناعتها بتعيش، يعني انت هتطعم بالحصبه كل يوم؟ لكن انت هتطعم بالدفتيريا اللي هو اصبح مرض نادر، هتطعم بالدفتيريا وهتطعم بالتيتانوس كل 10 سنوات. لو هتروح اماكن فيها عرضه او التيتانوس، ما احنا الشوارع والكلاب وروث الماشيه والاشياء، انت بتتعرض لكلامنا. ففي ناس، احنا طبعا كلنا بنتناسى ده، احنا بس بنعتاد على حقنه التيتانوس اللي هي الاجسام المناعيه الجاهزه مش التطعيم، لما بتصاب او بتخاف ان انت تكون معرض لكلمه تيتانوس. كلامك كله يا دكتور النهارده بيخليني احس ان احنا لازم نفضل طول الوقت واخدين الاجراءات الاحترازيه بتاعتنا في الصحه بشكل عام، حتى لو جه التطعيم ده يقينا. اذا احنا خلاص هنعيش بهذا الموضوع. ما احنا عشنا بالانفلونزا. الانفلونزا عايشه مع البشريه على مر التاريخ. انت البشريه مر عليها فيروسات اكثر ضراوه. بس فيروس الايدز قضى على كم مليون لغايه دلوقتي؟ الاحصائيات الرسميه اكثر من حاجه و30 مليون. ده الاحصائيات اللي شافوها. وما بالنا في حاجات انت ما بتشوفهاش في اماكن كثيره من افريقيا واماكن كثيره من العالم الاخر اللي انت مش، يعني والحمد لله انه مش عندنا. الايبولا كان بتموت 80% من اللي تعرضوا لها. فعندك فيروسات المرض الكلب الريبز ده كان بيقضي على تقريبا 99% ممن تعرض لها. مع وجود التطعيمات والاجسام المناعيه، الاجسام المناعيه اللي هي زي البلازما عندنا اللي احنا بنعملها دلوقتي، نعم، الموضوع تراجع في العالم كله. لكن الريب ال 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 الجدري ان هو انتهى 100%. شلل الاطفال، احنا بنتكلم على ضراوه الفيروسات اللي كانت بتقضي على الناس وضراوه الفيروسات اللي هي كانت بتغير حياه البشر. يعني ما هو اللي تعرض لشلل الاطفال عاش، بس عاش حياه ماساويه.
حضرتك وضحت لي في هذه الفقرة النهاردة أنه حتى لو جه التطعيم وظهر التطعيم في العالم، لسه ما زال هذا الفيروس ممكن، يعني هيفضل مستمر. هيفضل مستمر وهيفضل مستوطن. لما اطعم 70% من سكان الكرة الأرضية، أقدر أقول لك إن الفيروس ده يعني ضراوته قلت، ضراوته قلت ونسبته إذا قلت استمر كتير. بنفس هذه الضراوة، إذا استمر بنفس هذه الضراوة، لكن من رحمة ربنا بينا إن هو ضراوته بتقل لوحدها، الحمد لله، أقل ضراوة عما الحمد بدأ في شهور، فإن شاء الله يكمل وتنتهي ضراوته. لكن إحنا بنتكلم، إحنا لا نعلم الغيب، نعم، نحن نعلم الآن، فإحنا المعطيات الحالية إذا استمرنا بهذه المعطيات فإحنا محتاجين ده. أستاذ ربنا رحمته بينا أكبر يا رب يا رب. أستاذ دكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض البطنة بجامعة القاهرة، شكرا لحضرتك يا فندم، نورتنا الحبتين دول. شكرا و... وكتر خيرك انك انت بتفهمنا اكتر واكتر اهمية ان احنا لازم نلتزم بالاجراءات الاحترازية، الكمامة وغسل الايدين والتباعد حتى بعد ظهور التطعيم، صح كده؟ مظبوط. تصبحوا على خير.